هنا بدأت القصة. صديقي جون، أكتب إليك بنفس الأحرف والكلمات، ولكن بإحساس ووقع في النفس مختلف تماما، وكأنني لأول مرة أكتب فيها. أكتب إليك عن بلاد العرب، ولكن عن بلد يملك من سحر الطبيعة وقيمة التاريخ وانفتاح المستقبل الكثير الكثير، هو الأردن. كم اختلفت زيارتي عن زيارتي هذه عن تلك السابقة مع والدي قبل 15 عاما. كم تغيرت في وقتها. لم أجد المعين والدليل سوى تعاطف الأهالي وبعض الأوراق وتلك الخريطة. جميل جدا ما نرى الآن من تعاون وشراكة بين الرجل والمرأة في تطوير قطاع السياحة هناك. تصور، حتى الإناث يمارسن دور الدليل السياحي. لا تتعجب، ما أقوله لك هو حقيقة. سأخبرك عن عنود. كانت دليلنا في زيارتنا إلى الأردن هناك، حيث قلعة عجلون وجمال طبيعتها وآثار الرومان في جرش وعمان وروعة قلاع الصحراء في شرقها وعن الأغوار في غربها وجمال وروحانية المغطس المسيح وجبل نيبو وبحر العقبة. كم سأتحدث وسأتحدث. وهي نفس الرحلة التي قمت بها مع والدي فيما مضى، لكن ما أظهرت عنود ورفقاؤها من حسن استقبال وضيافة وكرم وأصالة للعادات والتقاليد لبرهان ودليل بأنه بوجود كفاءات تخلص في خدمة وطنها، كما شهدنا منهم، لمؤشر لقيام اقتصاد عربي أساسه السياحة. سيشهد ذلك العالم خلال بضع سنين. أدعوك والعائلة، كما سبق ودعوت أصدقائي، إلى زيارة الأردن، وكما قلت، حيث كفاءات كعنود كلنا سنعود. Yeah, I really enjoyed my stay over here in Aqaba. And from here above, you can see the really amazing view of Aqaba. Yeah, it is. Yeah, I really enjoyed it. By the way, I know Arabic. I do understand Arabic. Oh, really? Yeah. You understand Arabic? Do you speak it? No, I don't speak it. Oh, so if I speak, you understand what I'm saying? Yeah, perfectly. Oh, that's great. Okay. I want to ask you how you became a tourist guide and joined this field. You want to speak in English or in Arabic? No, in Arabic. I told you in Arabic, understand Arabic. Yeah. Honestly, أهلي, my family, ساعدوني. They supported me in my field. واشتغلوا علي لحتى أني أصير وأنجح بهذا التخصص. وكانوا فاهمين إيش هو تخصص الدليل السياحي. فعن طريق هذا الإشي هم تواصلوا مع مجتمعي والناس اللي حوالي فهموهم أنا شو تخصصي. وإيش راح أشتغل بالمستقبل؟ And the community accepted. Yeah. بعد ما أهلي فهموهم أنا شو ممكن إني أنا أشتغل، هم صاروا عارفين إني أنا راح أكون دليلي سياحي وأتعامل مع أجانب like you وأتعامل مع كثير ناس. هذا الإشي اللي سهل علي إني أدخل بهذا التخصص وإني أنا أحبه. There is obstacles in your job. Means you, as the people they are saying that it's really a very difficult job for a girl. Is that true? Kind of. Actually, it's kind of. يعني المشكلة إنه بالcommunity اللي أنا فيه، بالمجتمع اللي أنا فيه. إذا كانوا متقبلين الفكرة وكانوا فاهمين شو هو الدليل السياحي، هذا الإشي كتير بسهل لشغلي لقدام. فالأساس حل مشكلة الدليل السياحي لكابينة as me إنه تبدأ أول إشي من العيلة من البيت بديها الجامعة وتنتقل للمجتمع اللي حوالي.